اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ابطال، واضح كده ان انتوا يعني عجبكم موضوع التحقيقات على ام دي ار بي، لان الصراحه يعني صدقت اهو لما جيت قلت لكم ان في تحقيقات جايه اسطوريه جدا عن ام دي ار بي، ولسه بدري، لسه مكملين، ولسه ابطال في معلومات كمان تانية اسطوريه جدا، بس انا مخليها لفيديوهات تانية. ما ينفعش كده اكشف كله كده، ما ينفعش يعني كله يبقى عن مكشوف في فيديو واحد. فالنهارده برضك هنتكلم عن ام دي ار بي. وطبعا يا ابطال المفروض ان انا اخر مره كنت بعت لها طلب صداقه من ايميل التحقيقات وما وافقتش لحد دلوقتي عليا، فاتحه من 10 ساعات، وزي ما انتم شايفين مش عارف ليه غيرت السكن بتاعها، السكن كده غريب شويه، وهو يعني سكن بان عليه اللي هو نفس بالظبط لبس دولي، بس المره دي يعني اللي هو يعني اكنه فستان واكنها رايحه فرح. طب مين اللي هيتجوز؟ طيب قولنا. طبعا يا بطل عندها اكتر دلوقتي من 130 صديق، 130 صديق بالظبط، وعامله 8 فولو، وعندها 21000 واحد عامل لها فولو. تعالوا كده نشوف الثمانية فولو اللي هي عاملاهم، عاملاهم لمين؟ طبعا يا ابطال عاملة لكل الناس ما عدا في واحد جديد اسمه سي، شرطة من تحت دبليو كي جي، مش عارف مين ده. تعالوا كده ندخل عليه. ايه ده؟ الايميل باين عليه لسه معمول، وفعلا الايميل كمان مصادقها، يعني مصادق ام دي ار بي، يعني مش عاملة بس مش عاملة له فولو. هو مين الايميل ده؟ انا مش عارف بصراحة، أول مرة أشوف. تعالوا كده نشوف الفريندز. الفريند زي ما انتم شايفين يا ابطال، يعني في واحدة هنا أول صف أهو متبند أهو، أدي واحدة متبندة، وأهو هو ده الشخص يا أبطال اللي هي المفروض عاملة له فولو، الشخص الجديد. ومش عارف، تعالوا كده نشوف طيب الناس اللي هو عامل لهم فولو. أو ماي جاد، ده عامل لإيبي جيمنج 707 عامل ليا، وعامل لإم دي آر بي بس. تتوقع يا أبطال يكون مين الشخص ده؟ بصوا أنا هاخد احتياطاتي وإيه وأبعت له طلب صداقة وعامل له فولو. الفكرة ان تقريبا الايميل ده يعتبر لسه مفتوح من وقت قريب، يعني مش مثلا من سنة او من كده، لان الايميل ده باين عليه جديد. تقريبا كده مفتوح من 23/3/2021، يعني يقولوا مثلا من اسبوع، والايميل مش محطوط اي صورة عشان معرفش هويته ايه، والايميل كمان فتح من 10 ساعات. بس ليه ابطال يعني ليه هو عامل لي انا بس فولو وعامل لام دي ار بي؟ واشمعنى انا؟ ايه ده؟ هو انا في حاجة هتحصل لي ولا ايه؟ انا خايف. عامة يعني تعالوا نشوف باقي الاصدقاء، يعني هنا برضك نفس الشخص. تعالوا كده نشوف مين ده، لان واضح ان انا بدات اشك في الناس دي. نشوف هم عاملين فولو لمين، يا رب ما يكونوا عاملين لي. اما نشوف كده باين كده، يعني الحمد لله مفيش حد عامل لي، انا اصلا استغربت بصراحه، باين عليهم عايزين يعملوا يكونوا تيم عليا وخلاص كده، واضح انها هودع. بس لا، انا معايا ابطال وفي ظهري دايما ابطال الجيمنج، صح ولا لا؟ تعالوا نشوف تالت صف، واضح كده التالت صف ما فيهاش يعني يا دوبك ناس عاديه، ما فيش اي حاجه. بس طبعا النهارده يا ابطال انا جاي عشان اقول لكم حاجه مهمه جدا، وهو ان في فيديو حد بعته لي. الفيديو ده بيكشف فيه يعني مضرب ازاي بيتهكر، او ازاي فعلا بياخدوا الايميلات الناس الهكر وكده. زي ما انتم شايفين يا ابطال، هو ده المفروض الفيديو اللي هو يعني تقريبا الشخص ده بيعلم حاجه اسمها سكريبت، فتقريبا يعتبر بالظبط هما يعني بيعملوا سكريبتات، وزي ما انتم شايفين اهو هو ده المفروض اهو سكريبتات ومعرفش كوليكشن وحاجات كده. فالفيديو ده تقريبا اتبعت لي من حد من ابطال وانا خدت الفيديو منه، فيعتبر الفيديو ده يعني بيورينا ازاي الناس بتستخدم موضوع الهاكر في لعبه روبلوكس. هو دلوقتي دخل على ماب ارسنال وهيورينا هيعمل ايه. طبعا ابطال دلوقتي هو دخل على ماب ارسنال، والمفروض اللي هو دلوقتي تقريبا هيشغل الهاك او حاجه زي كده، او في حاجات بتحمل، والبرنامج ده تقريبا مربوط بلعبه روبلوكس. يعني لو تاخدوا بالكم اهو هو بيدوس على حاجات والحاجه هو بتظهر من تحت في لعبه روبلوكس وبيصغر الشاشه اهو زي ما انتم شايفين. مش عارف ايه بيعمل حاجات، طبعا انا مش فاهم اي حاجه، ويعني ما انصحش طبعا اي حد يجرب الحاجات دي، لكن انا بس بوريكم فعلا هي بتعمل ايه. ويعني هنشوف دلوقتي، المفروض اللي هو دلوقتي فتح الهاك زي ما انتم شايفين ابطال. بصوا بيضرب، استنوا كده، تحسوا اللي هو ملجلج سنه، ده مش بيموت. ايه ده يا ابطال؟ انتوا خدتوا بال؟ او ماي جاد، ده مات. لسه بقول مش بيموت، بس استنوا، ده جاب 13 هو اللي جاب 13 كل. استنوا، ده بيدخل في الاماكن بطريقه غريبه قوي. ايه ده؟ استنوا، ده بينزل تحت الارض، ده في حاجات غريبه، انا مش عارف ليه بيتحرك بطريقه غريبه كده، بيدخل جوه الاماكن. يعني هو كده يعني اكيد كل حاجه ليها حاجه. استنوا كده، المفروض اللي هو دلوقتي فعل حاجه تانية. ما نشوف اكيد، يعني على ما اظن هو الفيديو ده اجنبي،
يعني تقريبا الفيديو ده فعلا صح اجنبي. تنو اوه هي الايم، هي تفعيل الموضوع الايم ده ابطال، اللي هو يعني انا قابلت ناس كتير او كده في لعبه في ماب ارسنال اللي هو بيضربك على يا دوبك هو مات الحمد لله. يا دوبك انت بتضربه طلقه من هنا تلاقيه مات من هنا، مش بتلحق تعمل طلقه تانية اصلا، اللي هو يعني بيموت بسهوله، مش لسه مثلا تدمجه كتير. بص انا مش عارف ليه بيبقى بعيد كده، مش عارف ايه ده، يعني بيروح هنا يعني مثلا بيموت هو واحد هنا، بعدها اللعبه بتوديه لمكان تاني. عاش عاش يا جدعان، الناس اللي بتلعب ضده عاش، قاعدين بيخسروه. عشان يبقى يفتح الهاكر كويس زي ما انتوا شفتوا يا ابطال، هو ده المفروض الهاك اللي الناس بتستخدمه، واللي الناس كلها يعني مش عارف ليه في ناس بدأت تحب اللي هي تستخدم موضوع الهاك ده. انا شايف طبعا ان هو مش كويس، وما احبش ابدا ان حد يستخدمه، لان هو بيبوظ اللعبه، وانت يعتبر بتبوظ كده متعه اللعبه. يعني مثلا زي ماب ارسنال او ماب ادوبت مي او ماب موردر ميستري، ما تجيش انت مثلا تقوم مختفي، لا مش مختفي، دي تقريبا موجوده عادي في كام حركه كده رخمه في يعني بتقابلني في ارسنال و موردر ميستري، لان انا مش بلعب ادوبت مي اصلا. فاتمنى ان مفيش اي حد يستخدم يعني الهاك في لعبه روبلوكس، ولا حتى للترفيه، ولا حتى تجرب. يا عم انت لعيب خلاص، يعني انت محترف خلاص، ورينا احترافك وانزل لتحدي، لكن مش تفتح لي الهاك وتقول لي انزل تحدي، لا انت كده بتهزر. فطبعا يا ابطال انا كمان كلمت ام دي ار بي على الديسكورد، وحصل ما بيننا كلام كتير، يعني هو كلام زياده مش كتير، بس لسه لحد دلوقتي بحاول اخد منها كام معلومه. فلو انتوا مستنين الفيديو ده وعايزين نعمله قريب جدا، وصلوا الفيديو ده ل1000 لايك، عشان باذن الله هنعمل الفيديو ده قريب جدا، اللي انا كنت بكلم ام دي ار بي على الديسكورد وقالت لي معلومات زياده وكمان معلومات جديده. فبس كده ابطال، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.